السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني المشتركين، اليوم بعرض لكم برنامج للناس اللي شغالة على موقع سوق.com خصيصا وبقية المواقع في الوطن العربي، لأن المواقع دي بتحتاج لتطبيق عشان تعمل خلفية لما تصور منتج من منتجاتك، تعمل خلفية بيضة بيطلبوا منك الكلام ده، لأنه من غير كده ما حيقولوا منك المنتج، فلازم تعمل خلفية بيضة، ولازم يكون المنتج صورته واضحة، ولازم تكون الصورة مربعة. مربعة كيف؟ يعني تكون أبعاده 500 × 500، 800 × 800، 1200 × 1200. بالأبعاد دي السوق كوم بيقبلوا منك، وانا طبعا بايع على سوق.com، عندي حساب بتاع بايع وشغال معاهم الحمد لله، ولكن في بعض الناس بيعانوا من الحتة دي بتاعت التصوير، بتاعت قبول المنتج، بتاعت الخلفية، وفي بعض التطبيقات ما نازلة على جوجل بلاي. وان شاء الله اليوم بستعرض لكم تطبيق اللي هو اسمه فوتو لايرز، اللي هو زي ما شايفين الصفحة الخضراء والزرقاء اللي تحت في النص، فوتو لايرز هذا اللي في النص هنا زي ما شايفينه ده. ان شاء الله بعد ما انتهي من الفيديو ده بخلي لكم اسمه موجود على اسفل الفيديو، وبتلاقوه في جوجل، تعمل تكتب فري داونلود فوتو لايرز وبينزل معاك على طول الاصدار 1.4. يلا خلينا نبدأ واحدة بواحدة لحد ما اوريكم كيف تقدر تصور منتج وتعمل خلفية بيضة، تعمل صورة مربعة، وكل الاشياء اللي بتعانوا منها. يلا بسم الله نبدأ، ندخل على فوتو لايرز. التطبيق سهل جدا، اول ما تدخل بيعرض لك القائمة زي ما شايفينها اللي قدامكم دي، ما عليك الا تدوس على اخر خيار تحت اسمه لود باك جراوند ايميج اللي هو شايفينه هنا تحت، تضغط عليه على طول بينقلك للاستوديو تبعك، تمشي على الاستوديو. اذا الصورة ما عندك صورة بيضة انا بنصحك تدخل على جوجل تكتب اي شيء، يعني مثلا صفحة بيضة، صورة بيضة، لما يظهر لك شيء ابيض انت ما عليك الا تعمل سكرين شوت للشاشة زي ما فوق هنا، تنزل من فوق كده على يدك الشمال بتلقى لقطة الشاشة شكل مقص، تضغط عليها بصور لك زي كده مثلا، صور معايا. لما يصور معاك تدخل تعمل لها خيارات قطع زي ما عندنا هنا، تدخل على الاستوديو تعمل خيارات، تظهر لك هنا تحت تعمل خيارات، تعمل قص للصورة هنا بتظهر لك تحت، تعمل اقتصاص تحدثها بتبقى لك الصورة بيضة كلها زي ما شايفينها قدامكم دي. دي انا طبعا عملت نزلتها من جوجل، كتبت صفحة بيضة اول ما جاتني اتحفظت في الاستوديو، عملت لها اقتصاص خيارات قص وحفظتها على كده، بقيت بصمم بيها المنتجات حقته والحمد لله بيقبلوها على سوقكم. يلا حاليا في البرنامج عشان نعمل خلفية بيضة لأحد المنتجات، ندخل زي ما قلت لكم على اللي تحت دي مكتوب عليها load a background image، بينقلنا على الاستوديو، تمشي على الصفحة البيضة اللي انت حافظها، تعمل علامة الصح اللي فوق هنا بتظهر لك كده. الخيارات اللي تحت دي طبعا زي ما شايفينها 16.9 4.3 1.1 3.4 9.16، اللي تحت دي الابعاد، يا اما مستطيل يا اما دائرة شبه مستطيل او مربعة او ثلاثة، يعني